قبل شهر من الآن بالضبط، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لن يقوم بتطبيع علاقاته مع النظام السوري مثلما فعلت الجامعات العربية. واعتبر بوريل في كلمته أمام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل أن الظروف غير متاحة لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام. أما لماذا؟ فلأنه وبحسب بوريل دائما تخشى دول الاتحاد أن يؤدي هذا التطبيع إلى عرقلة إمكانية تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 الخاص بسوريا. بعد ذلك بأسبوع فقط ألغى الاتحاد الأوروبي الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، وذلك احتجاجا على قرار جامعة الدول العربية بإعادة نظام ميليشيا أسد إلى عضويتها. وقتها جدد بوريل التأكيد على أن الاتحاد لن يغير موقفه إلا إذا حققت دمشق تقدما في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2254. لكن اليوم فجأة وبعد 24 ساعة فقط على تعيين إيطاليا هي العضو الرئيس في الاتحاد الأوروبي مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا، حط هذا المبعوث رحاله في دمشق. فهل حقق نظام الكبتاغون تقدما في التسوية السياسية ما جعل الموقف يتغير؟ أم إن هذا قرار خاص بإيطاليا ولا يمثل الاتحاد؟ قبل 6 أشهر كشفت مجلة فورين بوليسي أنه وفقا لمصادر رفيعة المستوى تستخدم عدد من الحكومات الأوروبية بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، تستخدم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على الاتحاد من أجل تغيير السياسة تجاه سوريا. بالنسبة لإيطاليا فإن الأمر يتعلق وفق تقدير كثيرين بعدد من شركات الطاقة التي كانت تستثمر في سوريا، وهي شركات تسيطر على قرار الحكومة في روما اليوم، هذا فهمناه. أما بما يخص بولندا والمجر فهما دولتان هامشيتان في الاتحاد الأوروبي يحكمهما اليمين المتطرف والكاره للاجئين، وهذا أيضا فهمناه. وبما يتعلق باليونان وقبرص فمن الواضح أن كلا البلدين يريدان كسب موقف نظام ميليشيا أسد إلى جانبهما في الصراع مع تركيا على نفط وغاز شرق المتوسط. لكن لماذا النمسا ودول أخرى؟ سيقول البعض بسبب صعود اليمين المتطرف فيها. فهل بات اليمين المسيحي المتطرف حامي نظام المخدرات إلى درجة لم تعد معها دول المركز الأوروبي كفرنسا وألمانيا قادرة على كبح جماحه؟ هل يمكن فعلا أن تنجح هذه الدول بتغيير موقف الاتحاد الاستراتيجي مما يجري في سوريا، والبداية بإرسال إيطاليا مبعوثها إلى دمشق؟ أم إن كل ما سبق كلام لا قيمة له إذا ما قررت باريس وبرلين وبروكسل أن تضرب بيدها على الطاولة، وما يجري هو بعلم ورضا القوى الأوروبية العظمى؟